بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة من رب العالمين للناس أجمعين. هنكمل مع بعض يا جماعة الفستان. هناخد سلسلة الارتفاع، وهاخد بعد كده غرز الحشو، وكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. عايزين نقلل المرة دي في السطر ده مرتين. انا هقلل هنا وهقلل قبل ما اوصل لاخر السطر. هخش اخد كده، مش هطلعها، هدخل في اللي جنبها واطلعهم مع بعض، وهاخد اكمل بعد كده غرز الحشو عادي. هقلل هنا كمان، اخد واحدة، ادي غرزة الحشو هي العادية ما طلعتهاش من الابرة، وهدخل تاني اخد كمان لفة اطلعهم كلهم سوا كده، بقت غرزة واحدة. هكمل برضو عادي غرز الحشو، قبل ما اوصل لاخر السطر هقلل كمان واحده، كمان مره ادخل اخد الابر على السناره زي ما هي، وادخل على اللي بعديها اهو، واطلعهم كلهم الثلاثه مع بعض، وهكمل كده من هنا السطر. هدخل في غرزة الارتفاع، اخد منزلقة وارتفع بسلسلة، هنكمل غرز حشو عادية فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو عادية. ممكن اقيس المرة دي واشوف هحتاج اقلل تاني ولا لا. هحتاج اقلل برضو في السطر ده، نكمل كده. هقلل هاخد ادي واحده، وهخش في اللي بعديها اطلعهم مره واحده، وهكمل غرز الحشو العاديه بتاعتي. هقلل هاخدهم الاثنين، وهخش في الغرزة اللي بعديها كده اروح واخدهم مرة واحدة، وهكمل غرزة حشو عادية. كده وصلنا لاخر
نوصل لآخر السطر. دخلت في غرزة الارتفاع، ارتفع بالسلسلة وهدخل اخد غرزة حشو في كل غرزة حشو. هندخل ناخد غرز حشو فوق كل غرزة حشو، غرزة حشو زيها. عايزة اقلل هنا بقى بدري في اول السطر، هدخل اخد اول غرزة حشو وادخل على طول على اللي بعديها واطلعهم مرة واحدة، وهكمل غرزة حشو عادية. هقل يا جماعة، هقل كمان هنا، هاخدها واخد في اللي بعديها واطلع التلاتة مرة واحدة، وهكمل غرز حشو عادية. هقل هنا كمان، انا بقلل يا جماعة حسب حجم العروسة. انت ممكن تعملي عروسة تبقى اكبر شوية، يبقى انت برضو بالنظر كده تبقي عارفة وتقيسي العروسة، تقيسي يعني الفستان على العروسة وتبقي عارفة انت مقاساتك قد ايه، مقاساتك ايه، لغاية لما توصلي للمقاس مقاس العروسة بتاعتك. بس كده ادخل اخد المنزلقة في غرزة الارتفاع، اقيس انا كده فاضل لي هعمل بقى سطر عادي من غير اي تقليل، وفي الجزء التاني ان شاء الله بقى هنبتدي الفستان من تحت. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة من رب العالمين للناس اجمعين. كده يا جماعه انا خلاص عملت الفستان لغايه لغايه الوسط بالظبط. هبتدي بقى اعمل الجزء الثاني، مش هيبقى غرز حشو زي ما احنا كنا ماشيين، لا هرتفع 1 2 3 بمقام اول عمود، وهاخد 1 2 3، يبقى انا كده خدت 6 سلاسل. هعد 1 2 3 وادخل اخد عمود، 1 2 3 وهسيب من تحت 3، 1 2 واخش في التالت اعمل عمود، 1 2 3 وهدخل هعد 1 2 3 اعمل عمود، 1 2 3 سلاسل، 1 2 3 في الثالث
ادخل اعمل عمود، 1 2 3، 1 2 3 لغاية لما اخلص السطر، هرجع لكم تاني. وصلنا كده مع بعض لاخر السطر، 1 2 3، واحد اتنين تلاتة. هنا ممكن يبقوا غرزتين بس، فمش مشكلة يعني، احنا مش مرتبطين بعدد قوي. واحد، وهخش هدخل هنا بقى، 1 2 3، اعد تبقى في تالت سلسلة من الارتفاع، اعمل المنزلقة. هدخل بقى هنا، ننتبه بقى هنا، هنا الشغل هنا. هدخل منزلقة واخد 1 2 3 مقام اول عمود، تاني عمود، تلاتة، أربعة. الفكرة بقى هنا مش هشتغل هنا، لا هشتغل في العمود نفسه، همسكه واشتغل فيه، هلف واخد عمود، اتنين، تلاتة، أربعة، وهرجع تاني أشتغل عادي أهو، هرجع تاني أشتغل في السلاسل اللي هي التلات سلاسل اللي احنا واخدينهم. هنعمل 4 عواميد، 2، ادي تالت، 3، 4. هخش في العمود اهو وهعمل فيه، ادي 1 عمود 2 3 4، هرجع اخد السلاسل اعمل فيها اهي، اهي السلاسل اهي، العمود 2 3، أربع عواميد. هدخل في العمود نفسه هعمل فيه 4 عواميد، ادي 2، ادي 3، ادي 4. هرجع للسلاسل والعمود، كل عمودين بينهم 3 سلاسل، هشتغل في السلاسل. يا رب تكون واضحة لكم. ادي 4 عواميد كده، التالت، الرابع. هدخل في العمود، بص العمود نفسه اللي بين السلاسل، فانا كده مش سايبه لا السلاسل ولا العواميد. على فكرة انتوا ممكن تجيبوا اي نوع من الخيوط، يعني ما ترتبطوش بنوع معين، ممكن تجيبوا اي حاجة، حتى لو خيط صوف تخين ممكن تشتغلوا بيه، بس تكبروا الابرة كده. اخدنا 4 عواميد في العمود نفسه، هيبقى الشغل ماشي كده، سلاسل عواميد، سلاسل عواميد، سلاسل عواميد. كده خلاص 4 عواميد في قلب السلاسل، هخش اخد 4 عواميد في العمود نفسه، في قلب العمود نفسه، اخلص بقى زي اخلص السطر وهرجع لكم تاني.
وصلنا كده مع بعض لآخر السطر في الثلاث سلاسل، هاخد 4 عواميد. هدخل برضو في سلاسل الارتفاع اللي انا خدتهم في الاول، وهدخل هما بمقام عمود، يعني ثلاث سلاسل الارتفاع دولت هما اصلا بمقام عمود، هدخل فيهم برضو وهعمل 4 عواميد. عملت 2 3 عواميد، ادي الرابع. هرجع بقى لاخر حاجة، سلاسل الارتفاع اللي انا خدتهم في اول 3 سلاسل، عد 1 2، هخش في الثالث سلسال واخد منزلقة. خدت منزلقة، المفروض بقى اقفل او انزل السطر اللي بعده. السطر اللي بعده لو انا عملت كده على طول مش هيعمل الدرجات اللي انا عايزاها، فانا هقفل ازاي؟ من تحت، هقفل من تحت، هاخد سلاسل الارتفاع برضو اللي هي سلاسل الثلاث سلاسل هقفل فيها عشان اعمل السطر الجديد. هدخل هنا، يا رب تكون واضحة ليكم. هدخل تحت السلاسل اللي فيها العواميد، هدخل اقفل فيها كمان منزلقة. يبقى انا كده شغلي هيبقى تحت، هوريكم في الجزء التاني السطر التاني هيبقى عامل ازاي.